والمواقع المصرية على مباراة أمس، واللي زي ما قلت لحضراتكم انتهت بفوز منتخب مصر 1-0 على منتخب تنزانيا. ونبدأ مع حضراتكم في موقع يلا كورة دوت كوم وتصريح للكابتن هاني رمزي. كابتن هاني قال: لا نضحك على أنفسنا، المباراة متوسطة وهناك سلبيات. زي ما قلت لحضراتكم إن الكابتن هاني ما فيش شك إن تصريح جيد جدا، شايف إن مباراة منتخب مصر أمام تنزانيا مباراة متوسطة المستوى، وبالتالي لسه شغالين على بناء بعض الإيجابيات اللي موجودة، لسه شغالين على الطريقة والشكل النهائي والأساسي لمنتخب مصر. كان في بعض التجارب اللي كانت موجودة في أكثر من مركز، على سبيل المثال حراسة المرمى شفنا تغيير ما بين الشناوي وبين جنش ناحية الشمال، أيمن أشرف وأحمد أيمن منصور. كمان في مركز المساك في نص الملعب في رأس الحربة شفنا أكثر من لاعب، لكن الشكل النهائي لم يستقر عليه منتخب مصر، وده على حسب كلام كابتن هاني رمزي. وقال ان احنا بدأنا ب 4-2-3-1، بعد كده بدأنا ب 4-3-3 وانهينا اللقاء بطريقة 3-4-3. التنوع الخططي وارد في لقاءات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، لكن يجب أن نستحوذ على الكرة بشكل أكبر وأن نتطور في اللمسة الأخيرة أمام المرمى. ده كان تصريح الكابتن هاني رمزي لموقع يلا كورة دوت كوم. نروح للخبر الثاني لمستر أجاري، وهو كان موجود أيضا في يلا كورة دوت كوم. قال: ليس من السهل تسجيل أكثر من هدف أمام تنزانيا، وسنعالج الأخطاء قبل الكعب. طبعا مستر خافير أجاري هو انا شايف ان هو مدرب واقعي جدا في تصريحاته، دايما يعني بيكون حريص على ان الكلام اللي يخرج منه يكون كلام عقلاني جدا، ويكون يعني في تعامل جيد مع الصحافه، تعامل جيد مع الجمهور، وبالتالي تصريح زي ده يعني يرضي الشعب المصري الى حد ما. وقال ايضا انه رضاه عن اداء لاعبيه خلال المباراه الوديه اللي جرت يوم الخميس ما بينه وما بين منتخب تنزانيا. قال ان منتخب مصر تغلب بهدف نظيف احرزه احمد المحمدي، وقال ان المواجهه بالنسبه له كانت جيده امام منتخب قوي، لكن يامل انه في اللقاءات القادمه او اخر لقاء ودي قبل الامم الافريقيه يتحسن الاداء. نروح لجريده فيتو، والمنتخب يهزم تنزانيا وديا بهدف المحمدي استعدادا لامم افريقيا. ده كان خبر مكتوب في جريده فيتو. نروح في الجول ونشوف الخبر اللي موجود في الجول. تصريح لمستر أجاري: مواجهة تنزانيا كانت متكافئة واستفدنا من سلاح العرضيات، والعرضيات أدت إلى إحراز منتخب مصر هدف المباراة الوحيد عن طريق عرضية من أحمد أيمن منصور استغلها أحمد المحمدي كابتن منتخب مصر، واللي صعد مع نادي أستون فيلا إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. نروح لجريدة الشروق والخبر اللي موجود معنا الخاص بمنتخب مصر. المنتخب الوطني يبدأ الاستعداد لأمم أفريقيا بهدف في تنزانيا. طبعا شروق ركزت على مباراة تنزانيا وقالت أن المنتخب يفوز على تنزانيا 1-0 استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية. أيضا مكملين مع شروق: أحمد المحمدي ودي تنزانيا ستعطي ثقة، وأجري سعيد بأداء اللاعبين في التدريبات. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا قبل الأمم الأفريقية. منتخب مصر بعد ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف الشهري للمنتخبات، واللي شهد تراجع جديد للمنتخب الوطني بعد ما فشل في أي تحقيق تقدم في عدد من نقاطه في التصنيف الماضي لشهر مايو. زي ما حضراتكم شايفين ده التصنيف الأفريقي بالنسبة للمنتخبات. هقول لحضراتكم منتخب مصر بيحتل المركز الثامن أفريقيا بعد منتخبات السنغال وتونس والمغرب ونيجيريا والكونغو الديمقراطية اللي موجودة معنا في المجموعة وغانا والكاميرون. منتخب مصر جه في المركز 58 عالميا والرابع عربيا بعد منتخبات تونس والمغرب. طبعا بنتكلم على مجموع نقاط منتخب مصر 1384. طبعا يعني بنتكلم على ان الصعيد العالمي في منتخب بلجيكا حافظ على صدارة التصنيف الفيفا بيتفوق على المنتخب الفرنسي حامل لقب البطولة، والبرازيل موجودة في المركز الثالث والانجليزي المركز الرابع. لسه مكملين مع اخبار البطولة ونروح لخبر خاص برئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد احمد احمد. وصل مصر صباح اليوم وكان في زيارة لملعب استاد القاهرة. طبعا لازم يكون في متابعة على طول، لازم يكون في زيارات من قبل الاتحاد الأفريقي مع اللجنة المنظمة
اللجنة المنظمة أو مدير البطولة الكابتن محمد فضل اللي أكيد بيقوم بمجهودات كبيرة جدا وبيقوم ب يعني جهد مع اللجنة المنظمة كلها بصراحة في كل أرجاء مصر وفي كل أرجاء المحافظات اللي تلعب عليها البطولة علشان يوفر كل ما هو أو كل الاحتياجات الخاصة بالبطولة الأفريقية زي ما حضراتكم شايفين السيد أحمد بالزي يعني بالزي الخاص به وبالتالي كمان كان في إشادة من الاتحاد الأفريقي الخاص بالبطولة وقال إن مصر بتعمل جاهدا على إخراج البطولة بشكل يليق بسمعة الكرة الأفريقية وشكل أيضا يليق بالكرة المصرية وزي ما حضراتكم شايفين يعني متابعة بشكل جيد متابعة عن قرب بكل أحداث وكل تفاصيل خاصة ببطولة أفريقيا وإن هم يجربوا كل شيء زي ما حضراتكم شايفين ده ملعب استاد القاهرة يعني أو ملعب طبعا ملعب السلام ملعب 30 يونيو ملعب الدفاع الجوي راح زار كل الملاعب اللي موجودة في القاهرة علشان يتمم بنفسه على الشكل النهائي اللي هتكون موجودة في مصر إن شاء الله يوم الجمعة القادم في الافتتاح مباراة مصر وزيمبابوي إن شاء الله تعالوا نعرف أكتر ونتكلم أكتر على مجموعة منتخب مصر وفرص منتخب مصر مع واحد من نجوم المنتخب الوطني وأيضا الكرة المصرية وهو المحلل المتميز اللي كلنا بنستفيد منه دايما بيشرفنا وبينورنا هنا على قناة الأهلي الكابتن هيثم فرج